تربيته هو باللاوعي اللي عنده هو. مش دايما يتلقى الكاتب او الفنان يكون فكرته هي الاصليه اللي هو احنا كتابات الحزين او اغلبيه الاشياء بالحياه فينا نقول شوي قاتمه اكثر ما فتح وقت واحد بيقرا خليه يستفيد من هالشيء يستفيد بهالشيء مع دائما نحن هون بفقره كتاب وبالكتابات اللي عم نعملها احنا اللي عم نعمله هون احنا عم نتشارك بالافكار لشو لحتى نوصل اللي عندي واللي عندي واكثر شيء من الناس المتلقين من هالمشاهدين اللي بيسمعونا ايضا يقدروا يستفيدوا ولو بكلمه مثل ما نحن عم نستفيد انا بستفيد منك بكل شغله عم تحكي عن الموت واحد بيجي وحيد وبيكون وحيد رفقه الطريق هي مهمه ومهم يمكن الاكثر ان احنا نكون مرافقين حالنا تنقدر نضل واقفين على اجرينا تنوصل على هيدي النهايه هي نهايه لإلك او بدي اول مره كمان بنخاف من الموت لانه بنبقى هيك مش تيعتنا الدنيا بنبقى بنكب حالنا بنفوت بسرعه بصير الحياه يعني كيف دور وزوج له اول ما بيتزوجوا بيكونوا علاقتهم عادية بس لما بيعيشوا مع بعض اكثر بصير الفراق صعب نحن بالحياة نفس الشيء كل ما بنتقدم اكثر بالحياة كل ما بنعيش فيها بصير فراقنا للحياة بصير اصعب حتى في شغلة بتصير بين هون وهون صارين معه ما بعرف الصلحة قد بتكون صلحة حقيقية حتى او فينا نحقد عليه يمكن بمطارح كله مبين هون وانا بحكي انا ما بقدر لاقي له تسميه بعد ما قريته الكتاب هو مجموعه من كثير اشياء وكنت عم اقول لك تحت الهواء مش مهم شو بنسمي الاشياء شعر نثر نص ادب كل شيء مختلف عن الثاني مثل بالثاني فيه مليون زهر